قبل ما نعدها مع حضراتكم او نتناولها مع حضراتكم، خلينا ناكد دايما بهاشتاج بكره اهلاوي، يعني عامل رد فعل كويس جدا جدا جدا. ما عليك الا ان انت لو بتشجع الاهلي ومنتمي للاهلي وفرحان بالاهلي وكمان الاهلي فرحان بيك، ان انت تكتب على صفحتك هاشتاج بكره اهلاوي وتنزل صورتك او صوره حد من اسرتك او انتوا كلكم، وخصوصا كمان لو في اطفال، ودي حاجه حلوه قوي الحقيقه. انا مبسوط جدا كميه التليفونات او كميه الرسائل اللي بتجي لنا بتعبر على انتمائها او تشجيعها واسره واصحاب، وحاجه حلوه. وزي ما قلت لكم والله التيشيرت ده بيعمل النفسيه حلوه، تلاقي المود بيتغير، المود بيختلف من حال لحال، يعني ممكن تبقى ودي كمان اقف عندها سن بقى، واقف عندها مش سنه ولا ثانيه، اقف عندها سنين طويله جدا جدا جدا. الله 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 عليك. ويا ريت تكتبوا اسماءكم كمان عشان نقولها، يا ريت تكتبوا اسماءكم. ولو في بطوله بتتحقق او بطوله تنسب لحد، والله انتم ممكن تبقى احق من ناس كتير جدا. الصوره الثانيه دي صوره لطيفه ظريفه جميله، مشجع اهلاوي مع ابنه. امبارح كان كولوبالي وهو راجع من الماتش، يعني الراجل ممكن لسه ما بقاش عنده عربيه ولا حاجه، وهو السواقه في مصر لسه ما خدش عليها، وقف واحد مروح وكمان عزمه ان هو يوصله في طريقه، ما ترددش ابدا. لكن اجمل ما في الصوره الربط ما بين الاهلي وجماهيره، او ما بين اللعيبه وجماهيرها، وما بين كمان يعني ابتسامه كولوبالي، يعني سليف كولوبالي الراجل اللي اثبت وجوده بشكل رائع جدا في الدوري المصري ومع النادي الاهلي وافريقيا، فابتسامه رائعه جدا جدا جدا. بيقول ده واحد بيذاكر فكاتب وهو بيذاكر، بيقول لك حتى في مذاكرتي انت معايا، ما بينساهوش ابدا، حتى في مذاكرتي انت معايا، على اساس ان انا هنا يعني الدنيا بقت بالنسبه لي هشوف يعني، فاعمل ايه يا اعظم نادي في الكون. ده احمد محمد عبد الحليم، احمد محمد عبد الحميد. مايلي وهي عمرها شهر، بكره اهلاوي، هاشتاج بكره اهلاوي، عايز اوصل ل 20 ل 30 ل 35 ل 40 يعني متابع او بيبعت لنا صورته. صباح النصر، التاسعه تقترب، بكره اهلاوي. طب الاسم ايه؟ الاسم ايه؟ الاسم ايه بس؟ دينا محمد. دينا صباح الفل يا دينا. ده اسلام حافظ، طبعا اسلام حبيبنا عارفينه كلنا طبعا، يعني هاشتاج بكره اهلاوي ده ليك مخصوص يا اسلام، تحيه كبيره جدا ليك. ده عمر، بكره اهلاوي، هاشتاج بكره اهلاوي لازم يغطي كل الصفحات او كل الـ الصور اللي عندك، كل الاحداث الذكريات الجميله، كل الحاجات المؤثره. جميل جدا جدا. ده خالد، هاشتاج بكره اهلاوي، صباح الفل. الجنس اللطيف لطيف والجنس الناعم ناعم. الناس متابعانا بس اقفل عندك شويه عشان الصوت. طيب الجنس الناعم ناعم والجنس الخشن خشن، انا قريت في مجله قبل كده، لكن الجنس الناعم طبعا حاجه حلوه جميل لذيذ جدا. اوكي زي الفل يا جماعه. طب الاسم يعني بعد كده ابعتوا الاسم والصوره، مش الصوره بس. كلام جميل، ده علامه النصر 100 100. افريقيا اهلي عشان بتقولوا سجده ما فرحوش السنه اللي فاتت، ان شاء الرحمن في نهائي 2018 يفرحوا. بكره اهلاوي، غطي الدنيا على الاخر، غطيها على الاخر، بكره اهلاوي، بكره اهلاوي مستمر. اهلاوي على طول خليك ليا، يا سلام. اهلاوي على طول خليك ليا يا عبد الحليم حافظ. طيب ده ليندمان، يعني احنا عايزين صوره بتشيرت الاهلي، خلي بالكوا بقى، يعني انت هنبدا كده ايه نزوغ. اهلاوي تيشيرت، لا بص بص السن، بص الجمال، بص النظره، بص يعني البراءه وبراءه الاطفال في عينيه. احلى كوكي في الدنيا، مش احلى كوكي امبارح بس والنهارده وبكره اهلاوي دايما، ده انت احلى كوكي في الدنيا، احلى كوكي في الدنيا كلها. اوكي محمد علواني، اهلا اهلي اهلاوي للابد. ياسين علواني، اهلاوي للابد، بكره اهلاوي. اوكي يا جماله يا جماله. عايز 10,000 15,000 صورة 20,000 صورة، قول زي ما انت عايز. محمد سعيد الطويل، بكرة أهلاوي. سالي، بكرة أهلاوي. جمعة وعبد الله ومحمد، وبكرة أهلاوي. عايزين ناخد برضو في وسط الحلقة وآخر الحلقة إن شاء الرحمن رسائل كتير. كمان جايلنا حاجات كتير جدا جدا. وقبل برضو ما نتكلم على استفادة الأهلي امبارح ومكاسب الأهلي من اللقاء امبارح، ونتكلم طبعا على الأسبوع الثامن،
سلام عليكم. سلام عليكم. ده النهارده ليله جميله. بره الصندوق، مجلس اداره الاهلي وكل المنتمين للنادي الاهلي بيشكروا قيادات وزاره الداخليه على الجهود الكبيره اللي بذلوها في تامين وسلامه جماهير النادي الاهلي اللي حضرت امبارح مباراه الحريه الغيني على استاد السلام، وده انعكس على الجميع وكان له رد فعل رائع جدا وايجابي جدا، وكان على اراء المتابعين كمان في السوشيال ميديا نفس الشكر لاجهزه القيادات الامنيه ووزاره الداخليه. ودي مش عايز اقول بدايه جديدة، لا أنا عايز أقول هي خطوة حلوة قوي قوي بعد فترة من الزمن مش مستقر، فترة ما كانش مستقر، لكن الحمد لله الأمور استقرت، وأنا متأكد بإذن الله تعالى إن المباراة اللي جاية ممكن تبقى على استاد القاهرة مع وفاء الصيف، بإذن الله ممكن تبقى على استاد القاهرة، ومش في وجود 10,000 بس ولا 15,000، لا ممكن تبقى 60,000 و70,000 متفرج. هقرا حاجات كتير بس كده عشان الناس، يعني ناس كتير بتلومني أو بتكلمني بتقول لي يعني عايزين برضو نبقى متواصلين مع البرنامج. إبراهيم عيد، 1,000,000 مبروك للأهلوية وشكر للجمهور الأهلي الحبيب، وشكر على تنظيم الرأى والتأمين المباراة في بر الأمان والوصول بها لبر الأمان، هي كده كده إن شاء الله الرحمن ما فيهاش أي مشكلة. روتي، مبروك للداخلية على أدائهم، ومليون مبروك للأهلي وجماهيره الرائعة وموفقين دايما. راجي، شكرا للداخلية. ياسر حبيب، الشكل كان رائع جدا من كل المستويات، شكرا جديدا. ساندي، شكرا جديدا، احنا واحد واخوات، يا رب نرجع بأعداد كبيرة جدا في اللقاءات اللي جاية. أحمد يوسف، شكرا لرجال الداخلية حماة الوطن. محمد عبد العزيز، كل شكر لرجال الأمن المصري الأبطال. صاحب السعادة، مصر بلد الأمن والأمان. شحاتة التوني، كل الشكر لرجال الأمن اللي حرصوا امبارح على دخولنا بسلام وما فيش أي مضايقات إطلاقا. لطيفة الزيات، شكرا لأبناء الداخلية، مشكور كمان إحنا ملعب الأهلي وكل أسرة ملعب الأهلي، كل وزارة الداخلية وكل الناس اللي كانت امبارح موجودة وكانت موجودة، هي في الأساس على فكرة امبارح وقبل كده وبكرة هو الأساس تأمينك أنت، على فكرة هي رايحة تأمينك أنت، يعني سلامتك أنت، فكل واحد يبقى مختص في الدور الله يخليكوا بتاعه، يعني المشجع مشجع، اللاعب لاعب، المسؤول مسؤول، الأمن ده دوره. شكرا للداخلية والجماهير المحترمة. محمد الغنام، شكرا جزيلا للداخلية ونعتبرها بداية إن شاء الرحمن، لا هي تكملة بإذن الله. طيب لا خلينا نقول المكاسب، مكاسب الأهلي.